أنا مع الحل الدبلوماسي إذا توصل لمرحلة لحقن الدماء ومنع التدمير. لازم بشار الأسد يتفهم، يكون في عنده لحظة من اللحظات يفكر بمصلحة هالبلد إذا كان بيعرف إنه هو ابن هالبلد. على الأسد إذا سلم الكيماوي لأمريكا وفي حصلت ضربة للشعب السوري، ضربة كيماوية للشعب السوري، راح يتهموا فيها السوار، لأنه الأسد صار عنده حجة إنه سلمت سلاح كيماوي لأمريكا، وهي مؤامرة، يعني مؤامرة، هي مؤامرة مع النظام وأمريكا على الشعب السوري. يعني أنا مع الضربة الأمريكية بأي ضربة أمريكية، لأنه بتضعف جيش الأسد من دبابات ومدرعات، وبتضعفه ميدانيا وبتساعدنا كسوار على التقدم. يعني الحل سياسي، بظن ما في حل سياسي. إذا ما انضرب ضربة عسكرية مستحيل يمشي الحال. كنت بعول على الضربة الأمريكية، طالما أنا بالجو ما أنا بالبر فهن أرحم من بشار الأسد، طالما بدي خلصونا من السلاح الثقيل اللي عم يضربنا فيه كل يوم. أمريكا لو بدها تساعدنا كانت عملت لنا حظر جوي، بس هي ما بدها تساعدنا، يعملونا حظر جوي ويتركونا الكيماوي، خلينا نموت خنق شقفة واحدة أحسن ما نموت تقطيع وشقف بس.